لو الاتحاد التونسي في هذا التوقيت أخذ قرار بنبيل معلول يخرج وإقالته، مين الأنسب اللي يمسك المنتخب، مدرب وطني أم مدرب؟ شوف خلينا نمشي كمرحلة أولى، سؤالك مهم جدا، كمرحلة أولى اللي ذكرها الأستاذ كريم، يعني هي شو الأشياء الإيجابية اللي نبني عليها؟ الأشياء الإيجابية أنا أراها أهم شيء هي المدرب، الجهاز الفني الجديد، جهاز كامل يكون مواطن وعندنا الكفاءات ونعتز به، أنا شخصيا فيه كفاءات للأمانة، لأنه ما في أحد، أنا مش نروج لفوز البنزرتي مثلا على أساس تاريخه وألقابه، شخص شخصية وكاريزما وتاريخه وإنجازاته تشهد عليه، لكن بصراحة إقالة معلول هي ربما اللي تعطيك يعني الطريق الصحيح وخريطة الطريق لفتح صفحة جديدة وإعادة بناء وترميم هذا المنتخب اللي فيه ثغرات كثيرة. الحين ثغرات كثيرة واضحة للأمانة، لا نعيد نكررها دائما. زبير، أنا بصراحة نحب نكون عقلاني ونحب نكون بزين ونحب نكون منتخب بلادي عنده كواليس. أنا عشت في كأس العالم وعشت مشاكل إدارية ومرتين ونعرف شو الموضوع. في أمور ما يلزمش تتقال، في أمور تحكم عليها من داخل، أهل القرار الإدارة، اتحاد الكورة هو المؤهل الوحيد باش ياخذ باش يعمل يعني فكرة عن الموضوع. شو معناها؟ معناها هو اللي قريب من المدرب، هو اللي يدخل حجرة الملابس، هو اللي يعرف اللاعبين، هو اللي ينظم الأمور الإدارية. في عقل، في تفكير ممكن نتطور به بشكل كبير، مجموعة اللاعبين يمكن تكون أحسن، أداء المدرب يمكن يكون أحسن، ناخذ تقرير فني من عند المدرب، نجلس كاتحاد كورة، ولكن للأسف ما نشوفش اتحاد الكورة فاهم كورة وعارف كورة باش يحكم. هنا نحكيه على موضوع عندنا رجالات في تونس بتاع كورة، عندنا ناس تفهم كورة، وهنا الدعوة موجهة لرئيس الاتحاد التونسي، قرب الناس ولم الناس، ما تفرقش الناس، التفرقة ما تأديش النتيجة، بس التجميع والفكر، الناس اللي فكرها نظيف، جيل 2004 اللي خضبوا أمم أفريقيا، فيه ناس عندها تجربة، زياد جزيري اشتغل، في ناس لعبت في الليفل العالي، حاتم الطرابلسي، راضي الجعايدي، بوعزيزي، بدرة، وكانوا كوادر، وعندنا ناس يمكن تكون عندها مدربين، قيس الغضبان، جوهر المناري، يعني ناس لعبت في الليفل العالي، ناس عندها تجربة كبيرة مع الكرة، حرام تمشي هدرا. هنا تكون عاقل وتجمع الناس وتسمع الناس كل، ما تخليش الناس كل وراك ضدك أعداء برضو كابتن، خلي الناس تقرب تاني. لأن هذا الجانب متاع وجهة نظرك أنت إيه؟ الجانب الفنية، أنا وجهة نظري أيوة. مش أهل قرار، أنا لو كنت أنا بكلمك كراجل مشجع حاليا المرحلة، أنا طارق محترم نفسي تنسي. أنا ما حضرتش كواليس، أنا باش ناخذ قرار نفس هذا، إقالة مدرب أو تنحيت مدرب وتجيب مدرب ثاني، مسؤولية كبيرة. هاك تشوف أنت المدرب المصري حتمية إقالة كوبر، ولكن تخلق مشكل جديد، مين يعوض كوبر مع الطموح بعد ستة شهور؟ يعني لأن ما نقولش معلول ما تقفش الحياة على كوبر على معلول، لا لا لا، هذا منتخب تونس وهذا منتخب مصر، ما قلناش هذا الشيء، لا لا ما قلناش هذا الشيء. أما صحيح معلول يراجع نفسه يا أخي، التصريحات هذه ما تركبش عليك أنت كإنسان عنده تجربة في الإعلام، أكثرش من هذا، أبسطش من هذا، هذا هو مشكلك بالأخير، دي مشكلك. لو كنت تركز كورة ممكن تفيد نفسك وتفيد المنتخب، المشكل هو التصريحات، مش الاختيارات الفنية بعدين كبرت النقد عليها بي 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 من وراء التصريحات، هذه هي المشكل. نعم، ولكن منتخب تونس عنده مجموعة من اللاعبين يمكن يكون أحسن، هذا هو تولي تعب على معلول، كنا نجم نكونوا كمجموعة أحسن وكان ممكن كاختيارات نكونوا أحسن، هذا متفقين فيه، ولكن يمشي يقعد، أنا أعتقد روح اللاعبين، التقييم تاع الإدارة، وإن شاء الله يكون تقييم تاع ناس يعني تفهم شوية في الكورة. يعني أنا سمعت كابتن طارق قال انه مين يقيم العمل، وهنا عنده حق، عنده حق 100%. شكون اللي يقيم العمل؟ الناس اللي تعرف الكورس للاسف، هل تشوف اليوم في اتحاد الكوره بتاع تونس ناس